السلام عليكم البنات، كي داير لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم الحد بخ جيت خرجت انا وعمران، قلنا نخرجوا نتسارو شويه في المدينه ديال الرباط. انا غادي نبداو بالغدا الاولاني، دابا راه شي 3:30. دابا عمران قال لك باتاكوس، انا غناخذ تاكوس وجينا ندوق بوغاز. هي لا قلنا نتغداو فيها، خليكم على الفيديو باش تعرفونا فين غادي نمشيو وفين غادي ندوزو النهار ديالنا. عمران هو الطاكوس ديال عمران والطاكوس ديالي ونعرفو ملي جيت علينا. جيت خديت كنافة، جيت وحيدة بنات، عندهم تا كنافة كيديروها بيتزات كلشي. يلا البنات خليكم مع الفيديو. مشيت درت ان كاساب التليفوني، دابا غادي نمشيو. خليكم مع الفيديو ما نحرقش المراحل. هانتوما البنات، حنا جينا غادي نمشيو ان شاء الله، غادي نمشيو للحسان والطارح ديال محمد الخميس. زيد مارينا ديال السلالية تقدر تبان ليكم من هنايا. دابا نمشي تندخلو للحسان وان شاء الله نوريكم الواجهة الثانية. هذا هو الطابلو ديال انتم البنات. جبتكم الحسان، تبارك الله شحال زينة. أجواء رائعة هنايا، مرة مرة نبقى نخرج ونخرجكم معايا. تبارك الله اليوم عامرة، فيها العائلات، فيها الكور، هذا الجامع ديال الحسان، وهذا الدار. حنا غنمشيو دابا للدار ديال محمد الخميس مولاي الحسن الله يرحمه. تبارك الله عامره، اللي بغى يخرج وليداتو ولا يفوز شويه يجي يفوز. هذيك الخطره ديتكم خصبه الودايه، هاد المره جينا الحسان. الطارح ديال محمد الخامس، هذا محمد الخامس وهذا الحسن الثاني ليا، هذا مولاي عبد الله الله يرحمهم كامل. ها هو الملك ديالنا محمد الخامس، ولهاد الجهه جيت لي من كاين حسن الثاني، وهاد الجهه مولاي عبد الله بلاش.
نشوف فلسو بس يا جماعة كيسول فلسو بلاش انا نوري فلسو اطلع لواعر هنا انتم البنات واحد الاطلع لنا كاينه زويونه فنا خرجنا الساحه عاوتاني غادا نمشيو لهاديك الجهه الاخرى نقربو شويه الصومعه ديال حسان شبيتني يعني كلشي كيتصور هنا كلشي كيفوج يطلع على الزويونين مال البنات هاديك البلاصه بحال خريطه المغرب راه هاي الصومعه قربنا ليها وهاديك الخزانه الدوله العلويه واحد يطلع على الزويونه جاي مرا من هنا اي شوف واحد يطلع على زويون اي شوف هنا واحد رخيصة واو رخيصة لما يلا دابا غادي نخرجوا من حسان من الطريق غادي نمشيو لاكوط غادي ندير لكم هذيك الاطلالات كتكون كتبين البرج ديال محمد السادس والمسرح والواد ديال ابي رقرق نبقاو مع الفيديو ولا وصلتي حتى لهنا ما تبخليش عليا بلايك بارطاج وبشي تعليق اللي زوين مرانية يلا زيد زيد ايش يلا معي هذيك هي اللي قلتها لك هذاك برج محمد السادس وهذا المسرح جولة حسان ومدينة الرباط تراموي مارينا ديال السلا
دابا هبطنا لشارع محمد الخامس، ندي شويه صور حدا الحمام. ها هو البنات، هادي الاخر ديال الفيديو. كنقول لكم الا وصلتي ليه حتى لهنا ما تبخليش ليا بلايك بارطاج وشي تعليق زوين، واللي باقي ما تابون عند قناه وصفات بشرط تهبط ابونات تفعل الجرس باش ديما يوصلها الجديد ديال هذا. هو شارع محمد الخامس، كاين هنا كاين لاكار ديال الرباط المدينه، وكاين البر العمان، كاين البنك المغرب، كاين بريد بنك، كاين تسارة المغرب، كاين